مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف السادس الإعدادي. وصلنا إلى lesson 6، إلى الدرس السادس. A car loan بمعنى قرض سيارة. بالبداية راح ناخذ الكلمات المهمة وراح نعرف معانيها، بعدها ننتقل إلى أهم المواضيع بهذا الدرس. Down payment بمعنى دفعة أولية. In advance مقدما. Installments أقساط. Investment استثمار. Value قيمة. Sort نوع. Fit مناسب. Crash تصادم. Insurance تأمين. وEnjoyable بمعنى ممتع. زين، عندكم تمرين معاني جدا مهم. Write the meaning of the following words. اكتب المعنى للكلمات الآتية. Down payment طبعا هي بمعنى دفعة أولية. A part of the total cost that is paid first. هو جزء من التكلفة الكلية التي تدفع أولا، يعني مقدما. أوكي، ندفع مقدما. Down payment. Monthly installments بمعنى part of the total cost that's paid every month. هو جزء من التكلفة الكلية التي تدفع كل شهر، يعني أقساط الشهرية. Investment هو الاستثمار. Something you buy that makes money. شيء ما تشتريه وتجمع منه المال. Go up in value يعني ازداد القيمة مالتها. The amount you can sell something for increases. هو المبلغ الذي بإمكانك أن تبيع شيء ما لأجل الزيادة. زين، car insurance بمعنى التأمين على السيارة. A money you pay to a company so you can get money if your car is lost or damaged. هو مال تدفعه للشركة بحيث يمكنك الحصول عليه إذا سرقت سيارتك أو تضررت. يعني هاي الشركة هي تقوم بتعويضك على السيارة اللي خلينا نقول تحطمت أو إذا انسرقت. انتقلنا إلى موضوع مهم في هذا الدرس، وهو كيف نحول الجمل الغير شرطية إلى جمل شرطية. زين، يقول بالبداية تحول جملة في زمن الماضي البسيط إلى الحالة الشرطية الثالثة. يعني الجملة إذا كانت عندي الأساسية بالماضي البسيط نحولها إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة اللي هي if زائد past perfect، يعني شنو؟ أي زمن؟ ماضي تام اللي هو had زائد صفة الثالث الفعل. بعدين الجملة الأخرى هي فاعل، شفنا أكو فارزة، فاعل زائد would أو wouldn't، could أو couldn't، ومايت وماي نوت، زائد have زائد صفة الثالث الفعل. نقوم بوضع F في بداية الجملة الأولى ونحذف so أو that why من الجملة الثانية. هسه راح ناخذ بالأمثلة وراح أشرح لكم شلون نحط F الشرطية في بداية الجملة وشنو نحذف so و that why من الجملة الثانية. زين، نقوم بتحويل زمن الجملتين وحسب الحالة الشرطية الثالثة. أيضا راح ناخذ هسه بالمثال، إذا كانت الجملة منفية تصبح مثبتة وبالعكس. يعني شنو بالعكس؟ يعني إذا كانت منفية صار مثبتة، وإذا كانت مثبتة صار منفية. تكون الحالة الثالثة هاي القاعدة مع الحالة الثالثة مع الإف الشرطية. زين، خلونا ناخذ مثال ونطبق عليه. زين، الجملة هي فادي got a car loan so he could buy a car. زين، إحنا راح نتبع القاعدة. قلنا أول شيء إذا الجملة بالماضي راح نحولها إلى حالة الشرط الثالثة. الجملة بالماضي عرفنا من got وعرفنا من could. زين، هاي أولاً. ثانياً حنحذف so، هياتها so راح نحذفها. بعدين الجملة إذا منفية تصبح مثبتة، وإذا مثبتة تصبح منفية. لا تنسون إنه راح نحول زمن الجملتين حسب الحالة الثالثة. هنا أنا past perfect ماضي تام، وهنا أنا would و could و might و have زائد تصريف ثالث الفعل. يعني هنا أنا فادي got a car loan تصير if حسب القاعدة. فادي hadn't got، انتبهوا لي، هنا أنا حولت الجملة إلى past perfect اللي هي فاعل فادي هياته، بعدين had حطيت يمه not لأنه أنا هنا أنا بالقاعدة عندي إذا منفية سويها مثبتة، وإذا مثبتة منفية، زائداً got تصرف الثالث الفعل.
a car loan بهالشكل. صار هحذفها هي هنا could buy انتبهوا راح تصير would وممكن could وممكن might زائدا have زائدا تصير في الثالث الفعل. انتبهوا انه انا جبت been وبعدين able to buy. ليش؟ لأن معنى الجملة عندي يقتضي أنه أنا أجيب been. حفظوا لي هاي القاعدة أنه أنا لما عندي could أجيب been able to بهالشكل. خلي ألونه لكم بهذا الشكل. بعدين الفعل buy وأكمل الجملة. إذن been able to هي مكان could. أوكي؟ بعدين أكمل الجملة buy a car. زين خلينا ننتقل إلى مثال آخر. تحول جملة في زمن المضارع البسيط إلى الحالة الشرطية الثانية. انتبهوا إذا الجملة عندي مضارع راح أحولها إلى الشرطية الثانية. نضعف في الشرطية نحذف so that نفذ ذيك القاعدة. تحويل الجملتين حسب الحالة الثانية. أوكي مع الإف الشرطية. إذا كانت الجملة منفية تصبح مثبتة وبالعكس نفذ ذيك القاعدة. وتكون الحالة الثانية كالآتي. انتبهوا للحالة الثانية. إف الشرطية زائدا past simple يعني بالماضي بعدين فاعل بعدين would أو could أو might هنا أنا couldn't أو wouldn't أو might not زائدا فعل مجرد. هاي هي الحالة الثانية. زين خلينا نأخذ مثال. My car is broken down so I have to take a taxi. انتبهوا لي my car is broken down هنا أنا دا أحكي في زمن المضارع البسيط. حتقولون شو مضارع بسيط؟ هنا أنا passive voice مبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. شوفوا تذكرون المبني للمجهول is the التصريف الثالث الفعل. فهنا أنا مبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. زين so I have to take a taxi. زين خلينا نجي نحول هاي القاعدة أمامكم. if الشرطية هنا أنا. my car نزلت هالفاعل زائدين. إذا هنا أنا مضارع بسيط مبني للمجهول أنا راح أقلبه إلى ماضي مبني للمجهول. فالإز تصير واز وحط لها نات. براكن تنزل نفسها وداون تنزل نفسها. سو أحذفها بعدين أجي أطبق القاعدة تقول فاعل هيات الفاعل وراها ودينت. ليش اختاريت نفي؟ لأن هنا أنا عندي مثبت زائدا فعل مجرد اللي هو هاف وتكملة الجملة. زين خلينا ناخذ مثال اخر. احمد has a vile driving license that's why he doesn't have to renew it now. زين اول شيء نباوع على زمن الجمله. زمن الجمله بالمضارع البسيط انتبهوا has اوكي has و doesn't have. عرفت الجمله باي زمن؟ زمن مضارع. اذا راح نطبق هاي القاعدة حسب القاعدة أمامنا وراح نطبق. في الشرطية راح أنزلها زين وراها أنزل الفاعل أحمد. الجملة راح تكون عندي بالماضي تصير هاد. إذا الجملة مثبتة نحولها إلى منفي has not وأكمل الجملة. حتى نجي نحذف الذات واي اوكي نحذفها ننزل هي doesn't have راح تصير النفي اني راح احذفه. زين هي نزلتها بعدين اطبق القاعده تقول عندي would انتبهوا would او could او might كلهن صحيح. would زائدا فعل مجرد اللي هو have would have to renew. أنا هنا أنا حولت من جملة منفية إلى مثبتة would have. ها هي نقطة. If Ahmed hasn't a vile driving license إذا أحمد ما عنده رخصة قيادة سارية المفعول he would have سيكون عليه and renew it يعني يجددها. زين انتقلنا إلى أهم التمارين اللي عندكم إياه بكتاب الأكتيفيتي بوك. Read the conversation on page 59 of the student book
and answer the question. أريد من عندي أقرأ المحادثة الموجودة في صفحة 59 كتاب الطالب وأجب عن الأسئلة. Number one, how did Noor pay for his car? كيف دفع نور لسيارته؟ With a car loan. Car loan يعني قرض للسيارة. Did Noor make a down payment? هل دفع نور نقود مقدمة؟ No, he didn't. لا, لم يدفع. How much does Noor have to pay every month? كم نور عليه أن تدفع كل شهر؟ 2 مليون Iraqi dinars, مليونين بالشهر. How long for يعني ايش قد طول المدة اللي لازم تدفعها؟ 5 years, 5 سنوات. Why wasn't the car very expensive? لماذا السيارة لم تكن غالية؟ Because it's not a new car, لأن هي ليست سيارة جديدة. زين بي حلينا بداية الدرس. اوكي, اذا التعاريف مهمة. سي راح نحول الجمل اللي امامكم الى جمل شرطية. If Noor hadn't got, انتبهوا لي هنا الجملة شنو ماضي, فراح اطبق القاعدة الاولى. هيات هاي القاعدة الاولى. اوكي, اللي هي اف الشرطية past perfect ماضي تام والجملة اللخ فاعل would could might زائد have زائد تصريف الثالث الفعل. فصير if Noor hadn't got a loan he wouldn't have been able to buy a car, لن يكون قادر على شراء السيارة إذا ما حصل قرض. نفس الجملة اللي أخذناها مع الفادي. أوكي, انتبهوا لي هنا هي أخذت would منفي بعدين have بعد تصريف الثالث الفعل الكود قلبتها إلى been able to وكمل by هياته وتكملة الجملة. Number one, the car isn't new so Noor doesn't have to pay big installments. انتبهوا لي زمن الجملة بأي زمن؟ مضارع. شوفوا هنا isn't وهنا doesn't have. شو تصير؟ If the car was new Noor would have to pay big installment. طبقت أي قاعدة؟ طبقت القاعدة الثانية. بتقول هنا أنا عندي مضارع قلبته إلى ماضي منفي صار مثبت. لا تنسون إنه راح نحط في الشرطية, راح نلغي so أنزل نور doesn't have الصير would have بعدين أكمل to pay big. بالضبط طبقنا هاي القاعدة اللي أمامكم, هاي القاعدة اللي أمامكم, بس تكتبون القاعدة تعرفون شلون تحلون. زين انتقلنا إلى 3 ثالثين. The owner took very good care of the car, that's why Noor bought it. أول شيء راح أباوع على زمن الجملة. زمن الجملة شنو؟ ماضي بسيط. إذن شلون عرفت ماضي بسيط من took و bought؟ زين راح نيجي نطبق الحالة الثالثة. نو هاي الجملة شنو تكون عندي بأي زمن؟ past perfect ماضي تام, والجملة الأخرى تكون would أو could أو might زائد have زائد التصريف الثالث الفعل. زين أجيب if الشرطية the owner تنزل hadn't taken. تبهو took تصير hadn't taken, قلبت الفعل من الماضي إلى ماضي تام had زائد التصريف الثالث الفعل. حطيت not لأن هنا الجملة عندي مثبتة قلبتها إلى منفي. أكمل الجملة بعدين أجي that's why أحذفها. نور أنزلها بعدين أطبق القاعدة اللي تقول عندي would زائد have زائد التصريف الثالث الفعل. ولا تنسون تضيفون not هنا الجملة مثبتة راح أحولها إلى منفية والفعل bought. انتبهوا لي إنه wouldn't have زائد التصريف الثالث الفعل, بس تكتبون القاعدة أمامكم راح تعرفون تحلون. 4 Noor didn't park his car carefully so he broke a light. Noor didn't park يعني ما وضعها بالبارك بشكل جيد, يعني ما وقفها بشكل جيد. شايفين لما نسوي باركينج
أوكي لما نوقف السيارة مثلاً بمكان معين، فهو ما سوى هذا الشيء بشكل carefully بحذر، لذلك هو كسر اللايت، كسر اللايت مالتها، الضوء مالتها. فنجي if أول شيء أباوع عليه شنو هو زمن الجملة اللي هو ماضي، إذا ماضي فرح أحولها إلى الحالة الثالثة. شو تصير if nor، هنا الجملة راح تكون بأي زمن؟ past simple، هذا التصريف الثالث الفعل park صارت parked. انتبهوا هنا أنا منفي قلبتها إلى مثبت. His car carefully. So هو مطيني هو حال الجملة الأخرى. We didn't have a broken a light. هو رايد من عندي بس جملة واحدة مو جملتين أعدلها. زين. Noor has car insurance. Noor لديه تأمين للسيارة. He doesn't have to pay for the broken light. ليس عليه أن يدفع إلى broken light، يعني من أجل الضوء المكسور. انتبهوا للجملة بأي زمن مضارع، راح أقلبها إلى أي حالة؟ الحالة الثانية اللي تقول هنا أنا عندي شنو؟ نور didn't have، ماضي بسيط didn't have صارت، يعني أنا دا أحكي بالمنفي. انتبهوا أوكي did not زائدا have، هاي طريقة لشنو؟ نفي الماضي. had ما يصير أقول had not، لا لازم didn't have بهالشكل. car insurance he would زائدا have وتكملة الجملة. انتبهوا هنا منفي صارت مثبت، وهنا أيضا منفي صارت مثبت. لازم تتذكرون شلون ننفي الماضي البسيط هنا. اوكي زين، انتقلنا الى دي. دي عندنا كلمات read the letter and complete it with words and phrases from the books. عندنا insurance salary loan banker down payment owner installments. insurance هو التأمين، salary راتب، loan قرض، banker والمصرفي، وdown payment هي دفعة مقدمة أو دفعة أولية، وowner هو المالك، وinstallment هو الدفع بالتقسيط. راح نحط الكلمات بالفراغات حسب المعنى. Dear mom and dad، عزيزي أبي وأمي. How are you؟ كيف حالكم؟ I'm doing fine، أنا بخير. At my new job in Baghdad، في عملي الجديد في بغداد. There is a lot of work، أقول مزيد من العمل. But the people I work with are very friendly، لكن الناس اللي أنا أعمل معهم جدا ودودين. And I get a good salary، وأنا أحصل على salary قلنا راتب أو معاش جيد. I love the weather here، أحب الطقس هنا too أيضا. There isn't nearly as much rain as there is in England. There isn't nearly، يعني ليس هناك قريبا مثل as much rain، مثل المطر اللي موجود بإنجلترا، يعني كمية المطر اللي بالعراق مو مثل ما موجود بإنجلترا، يعني كلش هواية بإنجلترا. I finally bought a car because I really needed one to get to work. أنا أخيرا اشتريت سيارة لأني بالفعل أحتاج إلى واحدة حتى أذهب للعمل. It wasn't too hard to get a car. ليس من الصعب to get a car loan، أن تحصل على قرض للسيارة. My banker is very nice. البانكر قلنا مدير المصرف جدا nice، يعني مهذب أو جميل أو رائع. And really wants to help his clients، وهو فعلا يريد مساعدة العملاء. He gave me some excellent advice، أعطاني نصيحة excellent يعني ممتازة. I bought a used car، اشتريت سيارة مستخدمة. But it's very good condition، لكن بعقد جيد. The previous owner took really good care of it، المالك previous يعني السابق
اعتنى بها جيدا، يعني كان معتني بالسيارة. I only had to make a small down payment، كان علي أن أدفع مقدمة، يعني فلوس المقدمة small كانت قليلة. And my monthly installments aren't too high، والتقسيط الشهري ما كان جدا هاي يعني غالي. Because I can pay back the loan over 6 years، لأني أستطيع أن أدفع القرض خلال 6 years، 6 سنوات، يعني حيدفع أقساط installments أقساط ل6 سنوات. The loan included money for insurance، والمال يتضمن insurance يعني تأمين، بتأمين to أيضا. So I don't have to worry، لذلك ليس علي أن أقلق. If I have an accident، إذا صار عندي حادث. But don't worry، لكن لا تقلق. I won't، you know I'm a careful driver. I will not، أنا معناتها أنه لن أقوم بأكسيدنت، بحادث. أنت تعلم أنا سائق حذر. Come and visit me here soon، تعال and visit me، زرني قريبا، هنا قريبا. I'd love to show you all the interesting places I've discovered. Love, Tom. هنا يقول أنا أحب أن to show you، يعني يشوف الأماكن interesting المذهلة اللي هو I've discovered، اللي هو اكتشفها. إذن هذا التمرين يعتمد فقط على المعاني لا أكثر ولا أقل. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم، ولا تنسون موضوع تحويل الجمل يعتمد بالدرجة الأولى على أساس الجملة، متكونة من أي زمن، وبعدين راح تعرفون شلون تحولوه إلى أي حالة. شكرا لكم، وانتظروني في درس جديد.